اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ازاي الصحة. لو سألت اي حد ايه هي الابتسامة المثالية، طبيعي جدا هيكون اجابته سنان شكلها كويس، مرصوصة بشكل منتظم، لونها حلو ونظيفة دايما. لكن هل في اسباب تانية بتأثر معانا في شكل الابتسامة ولا لا؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. اكيد طبعا ان احنا في اكتر من سبب بيحدد معانا شكل الابتسامة، لان الابتسامة مش بس اسنان، لان لو كان الموضوع مقتصر على الاسنان كان ممكن ان احنا نعمل زي ابتسامه ثابته بتتسلم لكل اي يعني لكل شخص وبيستخدمها وهي دي الابتسامه المثاليه. لكن بالعكس، ان احنا موضوع تجميل الاسنان حاجه معقده جدا وليها اكتر من عامل، وعلشان كده بنحتاج تشخيص مظبوط وخطه علاجيه مظبوطه مدروسه كويس جدا علشان نقدر نطلع الابتسامه المثاليه لكل واحد لوحده. وطبعا من اهم الاسباب اللي بتاثر معانا على شكل الابتسامه انها تكون حلوه او لا هو اللثه، وصحه اللثه طبعا بالنسبه لنا مهمه جدا. وفي نفس الوقت في عامل كبير جدا بياثر معانا ومنتشر كتير، وهو الابتسامه اللثويه. يعني ايه ابتسامه لثويه؟ طبيعي جدا اي حد فينا لما بيكون بيضحك في جزء معانا من اللثه، مش بس الاسنان، بيظهر، ممكن يظهر ملي او 2 أو 3 ملي في بعض الأحيان، وده الرينج الطبيعي بتاعنا. طيب لو بدأ يظهر معانا أكتر من 3 ملي من اللثة في الابتسامة، هنا نقدر نسمي الابتسامة دي ابتسامة لثوية، عشان خاطر جزء اللثة اللي بيبان معانا بيبقى كتير قوي واللي بيبقى مزعج في بعض الأحيان. طيب إزاي أقدر أشخص الابتسامة اللثوية وإزاي أقدر أعالجها وإيه أهم أسبابها؟ هو ده موضوعنا النهاردة. طبعا الابتسامة اللثوية ليها أسباب كتير، واللي عليها بيتوقف طريقة العلاج المناسبة لكل حالة. نبدأ أول حاجة في الأسباب اللي بتأثر على الابتسامة اللثوية، وهي الشفة أو الشفايف اللي بتبقى طبعا حوالين الابتسامة. إن احنا ممكن يكون في بعض الأحيان الشفة نفسها قصيرة أو إنها بتطلع لفوق قوي، لأن الشفة لو قصيرة فبالتالي جزء اللثة اللي بيبان في الضحكة بيبقى كتير، سواء يعني أثناء الضحكة أو أثناء الريست لو الشخص نفسه مش بيضحك. بالتالي الموضوع بيحتاج إن احنا ممكن نعمل فيلر في الشفة العلوية علشان خاطر يزود الحجم والطول بتاعها شوية، يبدأ يداري على الجزء اللثوي اللي بيبان. حاجة تانية بالنسبة للشفة، إن احنا برضو بيكون عندنا حالة اسمها هايبر أكتيف ليب، يعني العضلات اللي بتبقى حوالين الشفايف بتبدأ تشد الشفة العلوية أثناء الضحكة بشكل مبالغ فيه، يعني زيادة عن اللزوم شوية. بالتالي الجزء بتاع اللثة بيبان في الضحكة معانا كتير، علشان كده بيكون العلاج بتاعها ان احنا نعالج العضلات نفسها المسؤولة عن الضحكة بان احنا نحقن فيها بوتوكس في المنطقتين اللي مسؤولين عن شد الشفة العلوية، وده اللي بيخلي الشفة نفسها ترتاح خالص أثناء الضحكة، وبالتالي الجزء اللثوي اللي بيبان بيكون قليل جداً. في برضه حالات تانية بيكون المشكلة عندها في عظم الفك نفسه، يعني ان بيكون عظم الفك سواء بارز لبره او ان يكون معدل النمو بتاعه نازل لتحت زيادة عن اللزوم. بالتالي ان احنا لازم نعالج الجزء بتاع عظم الفك اللي موجود علشان خاطر نعالج الابتسامة اللثوية. في بعض حالات بيكون بروز الفك بيحتاج ان هو يتعالج بتقويم، ان احنا نبدأ نرجع الفك بالاسنان لورا شوية، بالتالي لما رجعنا البروز الابتسامة اللثوية اتحلت معانا. وفي بعض حالات تانية لما يكون عظم الفك بيبقى بارز لتحت زيادة عن اللزوم، دي بنحتاج فيها ان احنا نعمل جراحة علشان خاطر نبدأ نرفع الجزء بتاع عظم الفك للمستوى الاصلي بتاعه، وبكده يبقى احنا عالجنا شكل الابتسامة اللثوية. حاجة تالتة برضو معانا، ان احنا بيكون شكل الاسنان نفسه اللي متغطي بعظم الفك ومتغطي باللثة اللي حواليه بيكون زيادة عن اللزوم، يعني جزء السنان اللي ظاهر بيكون صغير وجزء اللثة اللي مغطيه بيكون كبير جدا. بالتالي بنحتاج ان احنا نعيد شكل السنان والحجم الاصلي بتاعها بعد الرجوع لتصميم الابتسامة اللي مفروض يكون معمول للحالة دي بعينها، علشان خاطر نحسن الشكل ده. طيب احنا نرجع لشكل السنان ازاي؟ بنحتاج ان احنا نعمل عملية قص في اللثة وتعديل في بعض الاحيان لعظم الفك اللي حواليها. هل الكلام ده بيتعمل جراحي بس ولا لا؟ طبعا ده دور التكنولوجيا اللي دخلت جديدة معانا في طب الأسنان، ان احنا النهاردة في وجود الليزر
نقدر نستخدمه في عملية قص اللثة وتشكيلها علشان خاطر نوصل لشكل اللثة المنتظم ونوصل لحجم الأسنان وطولها المناسب للشخص، وفي نفس الوقت وصلنا ان احنا كمان عالجنا الابتسامة اللثوية، يعني لما أثناء الضحكة ما يبقاش ظاهر جزء لثة كبير جدا فيها. فهل في حالات هتحتاج جراحة بس ولا حالات هتحتاج ليزر بس؟ طبعا للأسف ان احنا الموضوع بيبقى مرتبط بالحالة، يعني لازم الطبيب المعالج بعد التشخيص المظبوط للحالة اللي في بعض الحالات بيحتاج ان احنا نعمل أشعة ثلاثية الأبعاد عشان خاطر نشخص مظبوط، اللي عليها بنبدأ نحدد هل الاختيار بتاعنا هيكون ليزر، هل الاختيار بتاعنا هيكون جراحة، ولا في بعض الحالات بنحتاج نعمل الاثنين، نعمل الحل الجراحي مع الليزر عشان خاطر نقدر نوصل لشكل الابتسامة المثالي. طيب ايه فوائد الليزر عن الجراحة؟ طبعا معروف ان الليزر ان احنا لما بنستخدمه اولا ما بيكونش فيه اي نزيف، يعني بيكون موجود اثناء قص اللثة، والالتئام بتاعه بيكون احلى بكتير من الحل الجراحي، وكمان لو في شق تجميلي هنعمله بعد قص اللثة بالليزر بنقدر نعمله في وقت اسرع من الجراحة، لان احنا في الحلول الجراحية للأسف بنحتاج وقت طويل شوية علشان خاطر اللثة تكون ارتاحت خالص واخدت وقتها الكامل بعد الالتئام علشان نقدر نكمل الجزء التجميلي. طيب هل الابتسامة اللثوية بتكون مشكلة تجميلية فقط ولا كمان ممكن تأثر على صحة الفم والأسنان؟ أكيد إن احنا الابتسامة اللثوية بتأثر بالسلب جدا على صحة الفم والأسنان، لأن بالتالي إن احنا بعد وجود الابتسامة اللثوية إن احنا لما بيكون الشفة ما بتبقاش قافلة معانا لمدة 24 ساعة وما بتكونش قافلة بشكل منتظم، إن احنا الجزء الخارجي بيكون معرض للمؤثرات الخارجية بسهولة وكمان وقت طويل جدا، بالتالي ده بيعمل فيها التهابات متكررة اللي بتبقى ظاهرة دايما في إن لون اللثة بيبقى مختلف، إن اللثة بتبقى منفوخة شوية، بتبقى عرضة للنزيف بشكل أسرع تحديدا مع غسيل السنان. فبالتالي موضوع الابتسامة اللثوية هو بيأثر معانا على صحة الفم والأسنان مش بس على الشكل الجمالي. آخر سؤال معانا النهاردة، هل الابتسامة اللثوية بعد علاجها هترجع تاني ولا لأ؟ وعلاجها ده شيء مؤقت ولا دائم؟ أكيد إن احنا لما يكون في تشخيص مظبوط لسبب الابتسامة اللثوية وعليها بيتم العلاج للسبب اللي عمل المشكلة دي، بالتالي بيكون الحل بتاعها دائم بإذن الله، لأن احنا بنشوف حالات كتير بيكون عندها ابتسامة لثوية واتعالجت غلط لأن ما كانش السبب تم تشخيصه مظبوط، فبالتالي العلاج كان لحاجة تانية غير السبب المؤثر على الابتسامة اللثوية. علشان كده التشخيص المظبوط هو ده الضامن الأساسي بعد مهارة الدكتور إن الابتسامة اللثوية ما ترجعش تاني. في نهاية حلقتنا أتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدكم بمعلومة جديدة. حافظوا دايما على صحة أسنانكم ودايما ضحكتكم بالدنيا. الشركة المصرية للصناعات الراقية شركة متخصصة في صناعة الجوارب الطبية الضاغطة. أغلبية الخامات احنا طورنا انتاجها في مصر، جزء قليل قوي من الخامات اللي بتيجي من بره لحد دلوقتي. المنتج ده في الحقيقة منتج ضروري جدا للتعامل مع مشاكل مرضى الدوالي، لأنه هو يعتبر كجهاز تعويضي بيعوض فشل الصمامات ما بين الوريد الرئيسي والأوردة الفرعية. الدوالي بالفعل مرض جيناتيك وراثي بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بالطول والوزن. كل منتج بيبقى شايل شهادات على العلبة بتاعته، أمور بتميز المنتجات عن بعضيها. ما أقدرش أدعي إن في قصور من الجهات الصحية في هذا، لكن ربما الرقابة هي اللي فيها شيء من القصور، يعني السماح بتداول المنتجات
اللي مش طبقا للمواصفات واللي بالتالي بتضر اللي بيستعملها. الحقيقة مصر أخذت خطوة مهمة جدا لما عملت الكود المصري والمواصفات المصرية، وهي بشكل أو بآخر بتتفق في معظمها مع المواصفات الأوروبية. عقبات مش كتير، لكن شوية نقص في الكهرباء، شوية في نوعية المية علشان عمليات الصباغة والحاجات دي، بنضطر ان احنا نعمل تريتمنت للمية. الحقيقة لما فكرنا في ان احنا ننتج الميديكال كومبريشنز او الضواغط الطبية في مصر، وان احنا نخوض هذا التحدي اللي كان ناس كتير شايفة انها صناعة معقدة جدا على انها تتنقل مصر، دي كانت نقطة تحول مهمة في حياتي. في منتج عندنا اسمه ليج لاين، ده بريفنشن، ده وقائي، علشان لما تستعمله تفضل سريان الدم ماشي بشكل طبيعي، ما يحصلش تطور ويكون دوالي في الساقية. الشخص اللي بينشأ بيلاقي ان كان في الأسرة عنده تاريخ من مرض الدوالي سواء في الوالد او الوالدة، لازم يتحسب لانه عرضة للإصابة، وفي الحالة دي من الأفضل إنه يلبس البريفنشن أو الشرابات الوقائية عشان ما يصيبوش هذا المرض.